صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من بلدي وكان معنا نونا على شبكه قنوات بي ان سي وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ في مصر. الانبساط باين على وشي، واللي على وشي دوت طالع من قلبي، لان انا فعلا النهارده مبسوطه جدا جدا جدا. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، واللهم ادمها نعمه. مبسوطه ليه؟ علشان انا عايزه اقول كلمه صغيره قد كده، مع ان انا لو اتكلمت في الموضوع اللي انا هتكلم فيه النهارده انا عايزه سنين اتكلم فيه. هو انتوا ازاي كده بجد؟ انتوا ازاي جمال بالشكل ده؟ يعني الناس اللي عندي على الصفحه انتوا ازاي جمال كده؟ يعني جمال قلوبكم ده فعلا موجود في الدنيا بتاعتنا دي؟ يعني انتوا جمال قوي. الكلام الحلو والدعاوي الحلوه انا مش لاقيه كلام اقوله ومش عارفه اعبر على كل اللي جوايا، بس انتوا بجد جمال، انتوا جمال. وجمال القلوب دوت حاجه ما بنلاقيهاش دلوقتي، ان ناس ما تعرفيهاش وناس ما بيربطكيش بيها صله وتبقى بتدعي دعاوي حلوه قوي قوي كده، وتحس الدعوه داخله في قلبك وهي الناس ما تعرفكيش. فايه ده؟ يعني انا لما بشوف حاجه كده كل اللي بقوله اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم ديمكم نعمه في حياتي، لان انتوا فعلا 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 رزق ربنا ليا. الرزق مش فلوس خالص خالص، فلوس بتروح وبتيجي واحنا اللي بنعمل الفلوس بتعبنا وشقينا، لكن ان ربنا يرزقك حب ناس ما يعرفوكش غير عباره عن شاشه، ويدعوا لك دعاوي حلوه قوي كده، ويزرع حبك في قلوبهم من غير ما اي مصلحه ومن غير اي حاجه. فايه الجمال بتاعكم ده؟ انا بجد بحبكم جدا وربنا يديمكم في حياتي، وفعلا انتوا رزق ربنا ليا. في نموذج النهارده عايزه اتكلم عنه كمان، هو رزق ربنا ليا. رزق ربنا ليا النهارده ده هو رغده. في ناس كتير ما تعرفهاش، نزلت لها بوست من قيمه اسبوع كده، بس النهارده كان لازم اتكلم عن رزق ربنا ليا في رغده. رغده دي حاجه حلوه ومش عايزه اعيط، بس هي فعلا حاجه حلوه. مش عايزه اتكلم كتير ومش عايزه اقلب الموضوع عياط، بس انا فعلا جوايا ليها حاجات حلوه قوي. امبارح رغده كان عندها نسخه لكيك احنا هنعمله النهارده، جاتوه. المفروض كانت تخلص برنامج وتمشي، كانش عندها شغل تاني. رغده قعدت لاخر اليوم علشان بس مجرد ما ان هي بعتت لي النسخه، والنسخه طلعت فاتحه شويه عن ما انا عايزاها، فانا قلت لها لا النسخه فاتحه، فانا محتاجه ان هي تغمق شويه والكاكاو يتغير. فضلت قاعده على ايد شيف محمود، هما الاثنين فضلوا قاعدين علشان تعمل لي النسخه زي ما انا ما عايزاها، عشان اجي النهارده اطلع بيها الحلقه، وان انا بس ما بقاش متضايقه، او ان النسخه بس ما تبقاش مضايقاني، او ان انا ببقى طالعه يعني خلاص بقى هطلع بيها وخلاص. فان انتوا تلاقوا، ومش مجبره ان هي تعمل حاجه زي كده، هي مش مجبره ان هي تعمل حاجه زي كده، كان ممكن تسيبها لشيف المطبخ، يا شيف نونا مش عايزه النسخه بالشكل ده وهي عايزاها اغمق شويه، وكان تسيبه وتمشي، لكن هي ما عملتش كده. فده رزق ربنا ليا، ومش هنقول ان ده شغلها، هو ما كانش شغلها خالص، كان ممكن تسيبها وتمشي. فلكن لما تلاقي حد بيبقى خايف عليك على زعلك وبيخدم بقلب قوي كده، وبيجي على حساب صحته وحساب وقته وحياته علشان ان هو بس يشوفك الصبح مبسوط وان النسخه تبقى راضي عنها، فدي عندي كبيره قوي. فانا بشكر ربنا. ربنا يخليكي يا حمدي. فانا بشكر ربنا، قول لها هي الكلمه دي. فانا بشكر ربنا على وجود رغده في حياتي، وبشكر ربنا على وجود الناس الحلوه الجميله في حياتي. انتوا فعلا فعلا رزق من ربنا. ربنا يا رب يبارك لي فيكم ويخليكم ليا يا رب. كفايه بقى عشان فعلا حاسه ان انا هعيط. طيب ربنا يخليكي ليا يا رب. النهارده بحلاوه حلقتنا كمان، انا عايزه اقول لكم ان في اخر حلقتنا في مفاجاه. المفاجاه بتاعت النهارده كمان بعيدا عن وصفاتنا الحلوه اللي احنا هنعملها، احنا النهارده هنعمل جاتوه في ربع ساعه. ربع ساعة يبقى عندي الجاتوه ما شاء الله عليه. هنعمل كمان النهاردة لقمة لحمة. يعني ايه لقمة لحمة؟ يعني مقطعين اللحمة حتت صغننة كده على قد اللقمة، بس هنعملها النهاردة برضو هتستوي في ربع ساعة. لحمتنا النهاردة برضو هتستوي في ربع ساعة. حد هيقول لي طب انت هتحط لها سكر؟ طب انت هتحط لها نواية بلح عشان تستوي بسرعة؟ لا، مفيش الكلام ده، بس هنسويها النهاردة بطريقة مختلفة، والطريقة ديت انا اتسوت قدامي في مكان كنت بتغدى فيه من كام يوم، وطلعت فعلا بعد الربع ساعة كلها مستوية، وجربتها في البيت
وطلعت ما شاء الله اللهم بارك في ربع ساعه اللحمه كانت مستويه وكل حاجه فيها مستويه، وده اللي هنشوفه النهارده. يعني وصفتنا النهارده كلها في ربع ساعه، هنعمل جاتوه في ربع ساعه، هنعمل لقمه لحمه في ربع ساعه. النهارده كمان عندنا ضيفه حلوه قوي وجايباها بناء على طلب متابعينا في كل مكان، هتكون معانا برضو اخر ربع ساعه من الحلقه، وهي الدكتوره اسراء السيد النجار اخصائي التجميل والليزر والجلديه، هتكون موجوده معانا عشان نجاوب على كل اسئلتكم. فاللي عنده اي سؤال يدخل على صفحه ريجينكس دلوقتي يبدا ان هو يكتب الاسئله بتاعته علشان هتكون معانا دكتور اسراء، هتنورنا ان شاء الله. صباح الفل يا حمدي، والله الحلقه النهارده حلوه بوجودك معانا. صباح الخير يا ايمن، صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا محمد يا صغير، صباح الخير باحلى متابعين في الدنيا كلها. انا بجد النهارده الحلقه ان شاء الله باذن الله هتبقى حلوه بوجودكم معايا. عايزه افكر حبايبنا مشاهدينا من كل مكان بالارقام اللي تظهر معانا على الشاشه، من اي رقم ارضي على 0900 900، ومن اي مبالغ على 2600، في انتظار مكالماتكم واستفساراتكم اللي تسعدني دايما ان شاء الله. يلا بينا نشمر ايدينا ونسمي بالله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا حلقتنا. هنبدا بايه؟ هنبدا بلقمه اللحمه. عندي صينيه على النار بتسخن قوي، وده المطلوب ان هي تسخن قوي، ولا هحط فيها زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، هحط فيها حته اللي او حته الدهن اللي جايه مع اللحمه دي هي اللي هحطها. معانا لقمة اللحمة مكعباتها بتقول ان احنا معانا ايه؟ معايا لحمة مكعبات، بصل جوليان، طماطم مكعبات، فلفل الوان مكعبات، وممكن ما تحطهوش، ممكن تحط فلفل حامي، معايا ثوم مفروم، فلفل حامي مفروم، لا هنشيل الصلصة يا رغدة، مش محتاجة ان انا احط لها صلصة. معايا كمان شوية مية سخنة بس، انا مش عايزة اكتر من كده، زبدة وزيت، وده برضو هشيله يا رغدة معلش حقك عليا، هشيل الزبدة، انا هستخدم حبة زيت صغننين بس مش اكتر من كده. معايا بهارات لحمة وبابريكا وملح وفلفل اسود، يبقى الصلصة والزيت، الصلصة والزبدة هشيلهم من الوصفة، انا هخليها زي ما هي بالشكل ده كده. طيب عندي صينية سخنة جدا على النار، وهعمل ايه دلوقتي؟ همسك المعلقة الخشب بتاعتي الحلوة دي كده، واخد سنة زيت، بسم الله مش كتير زي ما انتم شايفين كده، شايفين بدا ان هو يسخن بسرعه لان احنا عندنا الصينيه سخنه، وهبدا ان انا انزل حته الدهون اللي جايه مع اللحمه، يا دوب بس ان هي تبدا تتحرك معايا كده بالشكل ده. بصوا بقى اللي انا هعمله دلوقتي، انا عندي اللحمه متقطعه مكعبات، هي يا دوب بدات ان هي تسلق اهي وتتحمر معايا، هعمل كده، انا مش هحرك اللحمه ولا هقلب ولا هعمل اي حاجه، انا عايزاها كده. شو انا عايزاها؟ ان هي تبقى كلها في الجنب كده، ولا عايزه ان لونها يغير ولا اي حاجه خالص يعني. وهروح حط عليها ايه؟ هروح حط عليها كده، شفت انا عملت ايه؟ انا حطيت كل المكونات عليها، وادي الفلفل الحامي، ادي الثوم، ومش هحط توابل ولا اي بهارات دلوقتي خالص. طيب واروح جايبه صينيه اصغر، صينيه اصغر، واروح عامله كده. شفتوا انا بعمل ايه؟ كمرتها، انا كمرت الحاجه واللحمه والبصل والطماطم وكل حاجه معايا. هعمل ايه دلوقتي؟ هروح جايبه، خايفه ان هي تتعمل، هجيب حله، هجيب حله كده واعمل كده. بس مش عايزه اكتر من كده. ايه ده خلاص؟ اه خلصت الوصفه والله. كده يعني ما بنديش المطبخ اكبر من حقه، احنا لينا اهتمامات تانية كتير اكتر من المطبخ.
نهتم بنفسنا، نهتم بالبيت، نغير الديكور، ننقل الاوضه دي في الاوضه ديت، نغير. الحياه عايزه تجديد. الروتين بيقتل، الروتين بيقتل، ومش هتقضي حياتك كلها جوه المطبخ. الحاجات اهي معموله، حطيناها كلها على بعضها، خلاص الموضوع خلص. لا مش للدرجات دي. ده تجديد تاني دوت. فخلص الموضوع، مش عايزه اكتر من كده. طيب معانا تليفون. صباح الفل يا سندريلا. الو. ايه الاسم الحلو ده؟ يا ربنا يخليك حبيبتي، نورتيني. اموريني. اولا حضرتك جميله جدا. انت اللي جميله ولذيذه قوي، وصباحك كلها حلوه قوي. يسعد لي قلبك. وانا بحاول اعملها على قد ما اقدر. حبيبتي هتقدري وهتعمليها. امبارح للاسف بتاع الفطير ده ما لحقتوش على اخره. ايه ده؟ كنت عايزه تنزليني الطريقه وتعمليها لي. اللي احنا عملناه امبارح؟ الفطير اللي كان محشي جبنه اللي محشي جبنه ولحمه. عينيا نزلت. انا ما لحقتوش امبارح، ما جبتش الطريقه. عيوني 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 يا سندريلا. طيب ما نرجع من الفصل ننزله يا حمدي. يلا بينا يلا بينا. هنسيب اللحمه في ربع ساعه، وهقول لكم يعني احسبوا الساعه كده دلوقتي، احنا لسه قافلين عليها اهو. الساعه دلوقتي 10 وربع، 10 ونص هرفع الغطا، مش قبلها ولا بعدها، وهنشوف شكل الخضار وشكل اللحمه هيكون عامل ازاي. هتنزل سوائل. انا ما حطيتش اي سوائل. ليه؟ عندي فلفل وعندي بصل وعندي طماطم، هما هينزلوا سوائل. طب الميه السخنه اللي انت حطاها في المقادير لو احتجتها، لو احتجتها، ما احتجتهاش خلاص. انا سامعه الغليان بتاعها بتغلي. انا هجيبها بس كده شويه عشان ايه، تبقى متوسطنه على النار وتبقى النار واصله الكل. ربع ساعة اتعملت، خلصت. عملتي جنبها حبة رز، عملتيها غمستيها بعيش مع طماطم متبلة، الموضوع خلص. مطبخ ما ياخدش أكتر من وقته من حياتك. بس أنت ليكي حق على نفسك إن أنت تهتمي بنفسك وتبقي ليدي. 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 أنتوا أصلاً كلكم ليدي، أنتوا ست الستات كلكم. نطلع فاصل، نرجع من الفاصل. نخلي اللحمه بتاعتنا زي ما هي ونشوف جاتوه الربع ساعه هيتعمل ازاي بطريقه سهله وبسيطه وبالكيكه المعتمده بتاعتنا اللي ما بنغيرهاش. بس بعد الفاصل خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلازيوكا. ماكش دعوه. ورجعنا من الفاصل، رجعنا من الفاصل. اللحمه بتاعتنا زي ما هي حله، وشايفين بقى البخار بدا يطلع من هنا والريحه. يعني نفسي بقى يعملوا ايه في التلفزيون، جهاز كده ايه تشموا به اللي احنا بنشمه ده. محمد ابراهيم بيقول لي انا شايف الريحه رهيبه، كامرينها اهي، حاطين عليها تقاله علشان تبقى كمرها خالص حلوه قوي كده. هنسيبها ونكمل. طيب هنيجي بقى دلوقتي نعمل الحلو ده عشان تعرفوا ان احنا ما بنهدرش حاجه. في اول الحلقه قلت لكم ايه؟ قلت لكم رغده كانت قاعده، والكيك المفروض كان ان هو يتعمل بني وابيض، فاتعملت النسخه الزياده اللون الفاتح ده، فانا كنت حابه ان هي تكون غامقه. نرميها؟ اكيد مش هنرميها. هنقطعها وناكلها جنب الشاي؟ لا مفيش الكلام ده. فرحنا عاملين ايه؟ رحنا حاطينها دور تالت علشان يبقى بيدينا ثلاث تدريج التلات الوان. طب احنا عملنا ده ازاي؟ ده مقدار الكيك العادي بتاعنا خالص اللي احنا بنعمله، اللي انا بستخدمه كيك، كب كيك، جاتو وتورته كمان اهو بالشكل ده كده. طب عملناه ازاي؟ هقول لكم حالا عملناه ازاي. طبعا هي المقادير دلوقتي محطوطه عشان تبقى ابيض وبني. انا هضرب السوائل كلها كلها في الخلاط، وبعد كده في البولتين هبدا احط هنا الكاكاو مع الدقيق، وهنا الدقيق لوحده. هعمل الخلاطين، هقسم الخليط على اتنين. الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 180 ومحتاجة صاج. النهاردة هستخدم الصواني بتاعتنا دي اهي، هنعمل فيها، هحط ورق زبدة واروح حاطة فيها، اقسم الخليط على اتنين عشان يطلع لي اتنين زي بعض بالظبط. طيب نونا انا ما عنديش صينيتين زي بعض، هعمل ايه؟ هستنى لما ده يستوي وارجع اسوي تاني، اه يا اما اعمل الخليط ده لوحده وسويه وارجع اعمل الخليط التاني عشان ما يستناش كتير على ما التاني يستوي. بياخد تسويه قد ايه في الفرن؟ ربع ساعه.
ده بجد ام، ده انت عامله كيكايه ومقدار كيك عادي. ايوه، ما احنا بنعتمد في التسويه على السمك بتاع الخليط، يعني السمك ده كده ربع ساعه. لو هنعمل كب كيك فهيبقى اعلى شويه، هياخد من 20 ل 25 دقيقه. هنعمل صينيه كيكايه هتبقى اعلى شويه، هتاخد من 30 ل 35 دقيقه. لكن هو هو الخليط بيفرق في تسويه الصنف نفسه، في الكثافه او في السمك بتاع الكيكايه نفسه. 15 دقيقه كب كيك، من 20 ل 25، الكيكايه من 30 ل 35، عشان بيبقى فيه جوه قلب. ما ينفعش ان انا اجي على الكيكايه اقول ايه، طب ما هي نونا سوت الكيك بتاعها في 15 دقيقه. ايوه، عشان ده رفيع. لكن لما تكون كيكايه في جوه قلب هتلاقيه ما استواش، ولما يكون كب كيك هيبقى محتاج ان هو ياخد 10 دقائق زياده عن ال 15 دقيقه. فكل حاجه ليها وقت تسويه عشان تطلع معاكي مظبوطه على الشعره. طيب رغده، احنا حضرنا المقادير بتاعه الفطير بتاع امبارح. طيب تمام، هنخلص الكيك وننزلها عشان سندريلا اللي طلبتها علينا الاثنين. طيب هننزل دلوقتي بايه؟ مقادير طبعا حمدي نزلها لنا على الشاشه ونازله اهي. طيب كل مقدار الكيك الطبيعي بتاعنا اللي هو المعتمد اللي ممكن تعمليه فانيليا او شوكولاته، محتاجه 4 بيضات، كوبايه سكر، كوبايه حليب، كوبايه زيت، 2.5 كوباية من الدقيق، باكت كامل من البيكنج باودر وفانيليا. احنا النهارده عاملين 2، ليه؟ عشان 1 شوكولاته و1 فانيليا. طب انا هجمع كله مع بعضه. الله، 1 ملوش تاني. هجمع 8 بيضات، وادي 2 كوباية الزيت. وخلوا بالكم ان الكوبايه اللي انا معايره بيها الزيت هي هي اللي معايره بيها السكر، هي هي اللي معايره بيها الحليب، هي هي اللي معايره بيها الدقيق. نوحد الكوبايه بالشكل ده كده. يبقى حطينا بيض وحطينا زيت، وادي الحليب، وادي السكر، ونضرب الخليط ده كله مع بعض كويس. طيب الهدف من ضربه كويس ايه يا نونا؟ ان احنا ندي للبيض فوم، وادي الفانيليا. لا، الهدف من ضربه كويس ان احنا ندوب السكر، عشان ما نجيش نحطه بعد كده عليه الدقيق والبيكنج باودر والكاكاو ونلاقي السكر محبب، فما ينفعش. فعلشان كده بنضربه حبه حلوين علشان يدينا قوام كويس قوي. طيب بكون محضره بولتين، وكل بوله هيتحط فيها المكون بتاعها. ده فانيليا هيتحط فيه دقيق وبيكنج باودر بس، ده شوكولاته هيتحط فيه دقيق وكاكاو مع البيكنج باودر، علشان ده يبقى شوكولاته وده يبقى فانيليا. طيب نضرب الخليط بتاعنا كده كويس جدا علشان السكر يدوب كويس قوي معانا. بسم الله. كده اتضرب كويس وضمنت ان السكر داب معايا. بسم الله. وهقسم الخليط ده على 2، نص هنعمله فانيليا ونص هنعمله شوكولاته. واحنا بنصبح على استاذه شاديه نقول لها صباح الهنا. يا خساره، حاولي تكلميني تاني، نورتينا باتصالك بالشكل ده كده. كده قسمنا الخليط اهو 2 بالشكل ده كده. مصفى. نعم يا حمدي. ادي الجزء ده عليه 2.5 كوباية من الدقيق، وادي باكت البيكنج باودر كامل كده. سامعاك. الحمد لله. ادي نخلناه كويس جدا بالشكل ده. نيجي للشوكولاته نفس النظام، ادي الدقيق وعليهم كاكاو وعليهم باكت البيكنج باودر. بس في هنا بقى حاجه، ايه هي؟ ان انا لما حطيت الكاكاو وهو هو على نفس مقدار الدقيق وهو هو نفس مقدار السوائل هيبقى اتقل شويه. طب اعمل ايه؟ طب ندخله وبعدين اقول لكم هنعمل ايه. فانا مش عايزاه يكون تقيل قوي، وعايزه الاتنين يبقى القوام بتاعهم واحد. فهنروح نعمل ايه؟ هروح جايبه كده. عندك حل من 2،
يا تشيلي من هنا معلقتين دقيق وتحطي قصادهم معلقتين الكاكاو، يا تسيبي نفس مقدار الدقيق بس ازود معلقتين من الزيت او معلقتين من الحليب او معلقتين من الميه. اهم حاجه ان يكون في سنه سوائل زياده عشان تفكلي الكاكاو. طيب واحنا بنخلط كده نصبح على استاذه اماني ونقول لها صباح الهنا. الو. صباح الفل. صباح الخير. صباح الجمال، عامله ايه؟ بحبك جدا. وانا كمان جدا. صباح الهنا عليكي. لو سمعت ممكن عاوز اعرف طريقه عمل حمص الشام. عينيا الاثنين هقول لك عليه حالا. عندك الحمص ولا لسه هتجيبيه؟ عندي. طب ماشي، قومي دلوقتي اغسليه ونقعيه في ميه نص ساعه كده ميه سخنه، وبعد كده غيري له الميه واسلقيه، وهقول لك الطريقه بتاعته دلوقتي. نورتيني، هقول لك حالا الطريقه بتاعته. واحنا بنعمل الكيك بتاعنا كده، بص كده يا حمدي، الخليط ده لو ما كناش حطينا معلقتين الزيت كان زمانه بقى تقيل شويه. بصوا كده. نعم يا حمدي. عينيا. حاضر، ابعتها لي يا قطه. ماشي، بصوا كده، شايفين؟ لو الخليط ده ما كناش حطينا له المعلقتين الزيت الزياده كان زمانه تقيل معايا، ما بقاش سائل بالشكل ده كده. طيب نيجي نخلط دلوقتي الابيض. واحنا بنخلط الابيض كده نقول لاماني طريقه حمص الشام. بص يا اماني، هنجيب حمص الشام وهنبدا ان احنا ننقيه كويس، لو في واحده مثلا لونها مغدر شويه، لو واحده مكسوره، الكلام ده كله نغسله ونشطفه كذا مره ونغير الميه بتاعته علشان ما يبقاش فيه اي قش ولا الكلام ده كله. طيب هنعمل ايه تاني؟ هنروح ماسكينه ونقعينه في ميه سخنه نص ساعه، ارجع بعد النص ساعه ديت اروح مغيره له الميه وحاطه له ميه نظيفه واروح حطاه على النار، يبدا يتسلق معي. هاجي كده وانا بختبر السلق بتاعه واروح ماسكاه مثلا تكاه كده اهو، الاقيه ايه بيتك معايا على طول او ان هو بيتضغط معايا على طول. ارجع في اللحظه دي اكون محضره صلصه الطماطم، ومحضره شرايح ليمون، ومحضره شطه، ومحضره كمون، ومحضره ملح، وفص ثوم واحد. فص ثوم واحد يتحط سليم كده، يعني ياخد ضغطه كده ويتحط سليم، علشان انا مش عايزه اكنه يقلب صلصه اكل، لا هو فص واحد وايه ويتضغط كده ويتحط مع شرايح الليمون والكمون والملح وشويه الشطه، وتبدا ايه تسيبيهم ياخد ايه غلوه. انا عايزه شرايح الليمون تاخد معاه غلوه، ممكن نحط له كمان ورقه لورا، ممكن نحط له كمان طماطمايه ارباع ياخد الغلوه، وترجعي بعد كده تشيلي الطماطمايه، تشيلي شرايح الليمون، وتشيلي ايه ورقه اللورا، بقى عندك حمص الشام تمام وزي الفل. بتعملي الدقه بتاعته اللي هي مثلا ليمون مع شطه مع شويه كمون وسنه ملح، وبتعمليهم في ازازه وترجعي بعد كده تقدميها، هيطلع معاكي زي الفل. صحتين وعافيه على قلبك. طيب بص كده يا حمدي، ادي الخليط الابيض وادي الخليط البني، ما شاء الله الاثنين زي بعض. طيب جالي اسئله كتير قبل كده وقالوا لي انا عندي بيكنج باودر في التلاجه يا نونا وشايلاه بقاله كتير ومش عارفه اذا كان شغال ولا لا، صلاحيته انتهت ولا لا. هعمل لكم كده تجربه حالا دلوقتي. احنا عندنا كده الخليطين اهم، هركنهم على جنب وهنفضيهم في الصينيه بتاعته. طيب بيكنج باودر معانا اهو، وهجيب كوبايه وهحط في الكوبايه دي شويه ميه صغيرين بالشكل ده كده، وادي المعلقه وادي الكوبايه، واروح واخده شويه من البيكنج باودر اللي عندي واروح عامله كده. بسم الله، شايفين بدا ان هو يدي فوران ويعمل فقاقيع هوا كده على الوش، معنى كده ان البيكنج باودر ده شغال وزي الفل، معنى كده ان البيكنج باودر ده شغال وزي ما بصوا عمال يفور ويدي فقاقيع اهو، شايفين المنظر ده كده شغال وزي الفل. لكن لو احنا حطيناه وما ادانيش الفوران ده وما ادانيش الفقاقيع ده، يبقى البيكنج باودر ده الصلاحيه بتاعته منتهيه، مش هيقوم لي اصلا الكيكات بتاعتي. فنخلي بالنا قوي من حاجه زي كده، ده كده اختبار البيكنج باودر، علشان لو هو عندك موجود في الثلاجه ومش عارفه اذا كان شغال او لا، ده افضل اختبار لي. طيب هنعمل كده، ادي صينيه وادي الثانيه، وهنجيب ورق زبده بالشكل ده كده، وهنبدا ان احنا
نقص ورقة الزبدة على قد القالب بتاعنا. ماشي، يلا بينا. حاضر، نصبح طيب على مدام ماجدة. السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك يا ست الكل؟ عاملة ايه؟ الحمد لله يا ست الناس، انت عاملة ايه؟ ازاي صحتك؟ انا بخير يا ست الكل، عاملة ايه اخبارك؟ انتوا طيبين وبخير يا رب، وحضرتك بصحة وسعادة دايما يا رب، ويعيد عليكي وعلى كل حبايبك الايام بخير يا رب. الله يخليك يا حبيبتي. اموريني، ممكن اعمل تهنئه لحفيدي؟ اتفضلي طبعا، قولي له كل اللي انت عايزاه. هو ناجح يعني؟ اه ان شاء الله في ثلاثه. ما شاء الله، اللهم بارك، كل سنه ويا رب دايما هو بخير، وكل سنه هو ناجح كده دايما، اللهم امين. ربنا يفرحك باولادك حبيبتي يا رب. اللهم امين. قولي كل اللي انت عايزاه. محمد عبد العال، الف مليون مبروك يا محمد. تيتا بتقول لك الف مبروك وعقبال الشهاده الكبيره. الف مليون مبروك يا محمد، تيتا بتقول لك الف مليون مبروك وعقبال الشهاده الكبيره يا رب، اللهم امين. نورتيني نورتيني يا حبيبتي، يومك حلو زيك يا رب. يلا بينا نطلع فاصل، نرجع من الفاصل نعمل ايه؟ نصب الخليط بتاعنا ونحطه في الفرن، ونشوف بقى هنطلع كيك ازاي في ربع ساعه، والتزيين بتاعه اسهل منه مفيش. بس قبل ما اطلع الفاصل يا حمدي، كمان عايزه ابص على اللحمه المقموره بتاعتنا، تعالى كده نبص عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، نشيل الحله اللي احنا حطيناها علشان تبقى ضغطه الصينيه. ابدا كده احضر حالي. بسم الله الرحمن الرحيم، بص كده يا حمدي معايا، بسم الله. خلوا بالكم من البخار، شايفين؟ نبدا بقى دلوقتي نعمل ايه؟ اعمل، بص يا حمدي، الروايح مش قادره اقول لكم. بالشكل ده كده برفان يا اخواتي. حاجه كده، الله اكبر. بصلايه مستويه، وفلفل مستوي، وطماطم مستويه. نبدا بقى نعمل ايه التوابل الحلوه بتاعتنا. حبه الفلفل الاسود الحلوين، بصوا انا حطيت التوابل امتى؟ ما حطيتهاش في الاول، حطيت بعد ما استوت. حبه الملح الجمال بتوعنا اللي هيدونا الحياء الحلو، شويه بهارات لحمه، سنه بابريكا وممكن ما تحطوهاش، ونقلب الحلو ده كله مع بعض. تعملوا جنبها حبه رز بشعريه، تقدموها كده مع عيش وطماطم مخلله او بتنجان مخلل. بس عايزه اقول لكم على حاجه، هي مش محتاجه اصلا جنبها مخلل، هي بتتكلم عن نفسها. بصوا الشكل، عايزه رغيف عيش. انا مش عايزه حاجه غير، هي عايزه قفص عيش يا حبيبي، عايزه قفص عيش، مش عايزه رغيف عيش. يلا بينا نفضي كده ونطلع فاصل، ونرجع من الفاصل نحطهم في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة، ويكونوا استووا معانا ان شاء الله. ونرجع كمان من الفاصل نبدأ ان احنا نزين الجاتوه بتاعنا اللي اتعمل في 15 دقيقة. يلا بينا نشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله، خليكم مستنيين شوية وراجعين مع نونا والبلدي.
ورجعنا من الفاصل. حطينا الجاتو بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. احنا طبعا عاملينهم ثلاثه علشان انا قلت لكم عاملين فاتح فاغمق فاغمق، لكن احنا عندنا هنا في الفرن عاملين طبقتين بس. طيب نيجي بقى للتزيين. بصوا كيس حلواني بسيط جدا، ده كريم شانتيه بالشوكولاته. بصوا هنعمل ايه، انا فتحته فتحه يعني مش هنقول ان هي كبيره او صغيره، هنعمل كده. لا عايزاها اكبر شويه من غير بلابل ومن غير حاجه خالص، هنعمل كده. شايفين اسهل من كده مفيش. انا مختار لكم النهارده جاتوه سهل جدا سواء في شغله او في تزيينه زي ما حضراتكم شايفين كده. تاني شايفين الشكل عامل ازاي. طبعا عايزه تحطي كريم شانتيه لون تاني ما عنديش مشكله، عايزه تلوني الكريم شانتيه بالالوان اللي انت عايزاها انا ما عنديش اي مشكله، على حسب المتاح عندك وعلى حسب الامكانيات اللي موجوده. ده جاتوه سريع وفي نفس الوقت اقتصادي ومش مكلف خالص. بالشكل ده. طب واحنا هنسيب الشكل كده؟ لا هنعمل حاجه كده كمان دلوقتي سهله جدا وبسيطه هتنقل لنا الشكل في حته تانيه وهوريه لكم نعمل ايه. عايزه طبعا تعمليه فاكهه ما عنديش مشكله، عايزه تعمليه الوان ما عنديش مشكله، زيني زي ما حضرتك عايزه. عايزه تعمليه بالشكل ده وتحطي عليه من فوق شوكولاته مبشوره ما عنديش مشكله. عايزه تعمليه بالشكل ده وتحطي عليه من فوق اي مكسرات او اي فاكهه ما عنديش اي مشكله والله. بالشكل ده كده وادام انا قدرت اعمله شيء طبيعي ان انتوا كمان لازم تعملوه. رغده الفطيره موجوده؟ طب يلا ننزلها على ما نخلص قطعتين الجاتوه اللي وانا فاضلين اخر اتنين اهم هنعملهم، وهوريكوا الحركه الاخيره اللي هنعملها عشان تغير الشكل. مقادير العيش المحشي بحشوات مختلفه اللي عملناه امبارح وحبيبتنا طلبته علشان ما شافتش الحلقه موجود معانا على الشاشه. هستأذنها تصوروا او تكتبوا. بسم الله. بصوا بقى انا محتاجة ايه دلوقتي؟ عود خلة بالشكل ده كده، وهاجي هنا مينفعش اجي لابسة ابيض وامشي سليمة، وهاجي هنا عند طرف الجاتو وراح عامله كده. نعم كده سامعيك؟ لا كده مش سامعيك، انا سامعه انت بتتكلم بقى مش مفسره. بالشكل ده كده اسهل من كده مفيش، اسهل من كده مفيش. نبدا ان احنا نعمل ايه؟ نبدا ان احنا نرفعه من مكانه. بسم الله الله اكبر. جدا شايفين المنظر عامل ازاي؟ لازم يستمتعوا معايا هنا، يعني قمه الاستمتاع في الصمت يا حمدي.
طبعا في طبقه كريم شانتيه خفيفه جدا بين طبقات الكيك. طبعا مسكنا طبقات الكيك سقيناها تسقيه خفيفه جدا بميه وسكر او باي سيرب موجود عندك، ولو عندك صوص شوكولاته ممكن بتاخدي منه شويه وتخففيه بشويه لبن وتبداي تسقي بيه الكيك عشان يبقى طري معاكي وزي الفل. ونصبح على مدام امل ونقول لها صباح الهنا. صباح الخير. صباح العسل يا ست الكل، عامله ايه؟ الحمد لله. يا رب تكوني بخير دايما. الحمد لله، نحمد ربنا في نعمه. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله انا في نعمه، نحمد ربنا. ازي حضرتك؟ كل سنه حضرتك طيبه. وحضرتك بصحه وسعاده يا رب، اللهم امين. ازي حضرتك؟ الحمد لله، كل حاجه بتعمليها جميله يا رب. حبيبتي ده جمال عينيكي والله. يديك الصحه والعافيه. الله يسعد لي قلبك يا رب، تسلمين. يعني بصي اطلب منك طلب كده على الملأ. عينيا. كل اللي في الاستوديو وكل الناس يرقد بنتي بكره في الثانويه العامه والناس. تعالي جنب اختك. تعالي جنب اختك، ثانويه عامه برضو. فربنا يا ربنا يعديها لهم. بس كل شويه بعيط، يعني ربنا معاها يا رب. ربنا معاهم كلهم يا رب. ربنا معاهم يا رب كلهم، ويجبر خاطرنا بيهم اللهم امين. يطلعهم دايما رب مجبورين الخاطر يا رب، ويجبر خاطرنا معاهم اللهم امين. حبيبتي نورتيني، يعني بجد بجد ربنا يعديها على خير. مش هقول اكتر من كده، مش عايزه اتوتر ومش عايزه اوتر اللي حواليا، بس ربنا يعديها على خير. كل سنه بنبقى في الكابوس الثانويه العامه، فربنا يسترها ان شاء الله. بس كل سنه بندعي لاولادنا وحبايبنا، ما بنبقى اللي بيبقى جوه الموقف نفسه ما بيبقاش زي اللي من بره. ادعي لبنتي ثانويه عامه ربنا يكرمها ويا رب ويبارك لها ويرضيها، لكن لما الواحد بتبقى جوه الموضوع نفسه بيبقى الموضوع مختلف خالص. فربنا يا رب يكبر خاطرنا بيهم ويكبر خاطرهم ويكلل تعبهم ان شاء الله باذن الله، وتعبنا معاهم ومصاريفنا معاهم بالنجاح ان شاء الله باذن الله، وربنا يجيبه يجيب كل خير اللهم امين. نطلع فاصل، نرجع من الفاصل هنحط العيش بتاعنا ده مع لقمه اللحمه، وعندنا كمان رز هنحطه معاه، عاملين رز بشعريه هنحطه مع اللحمه. عايزه تقدميه بعيش بس كده هيطلع معاكي زي الفل، عايزه تقدميه مع رز بشعريه زي الفل. انا يوم الجمعه عملتها، الخميس جمعه الاربعاء عملتها امتى؟ يوم الخميس عملتها، يوم الخميس عندي في البيت، وعملنا جنبها رز بشعريه وكانت رائعه 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 بالشكل ده كده وزي ما انتوا بقى عايزين. صحتين وعافيه على قلبك. عملنا النهارده لقمه اللحمه في 15 دقيقه، وعملنا كمان الجاتوه بتاعنا في التسويه بتاعته 15 دقيقه. وصحتين وعافيه على قلبكم، ويا رب دايما دايما الخير كله مالي قلوبكم ومالي بيوتكم يا رب اللهم امين. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.